طيب، السلام عليكم. سنة خمسة، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير، وربنا يا رب يحفظكم ويحفظنا ويحفظ بلدنا يا رب من كل مكروه وكل سوء يا رب ان شاء الله. طيب، النهاردة ان شاء الله احنا معاكم في محاضرة الاندوبيريو كوميونيكيشنز او الاندوبيريو ليجن. في الأول علشان نعرف يعني إيه endoperio lesion أو يعني إيه endoperio problem، خليني كده أحكي لكم حدوتة. تخيل أنت قاعد في العيادة وعمال تدور على كيس سهلة بسيطة علشان تخلص requirements بتاعتك، إيه RRM، ماشي؟ وقاعد بقى ايه مسستم واحد صاحبك ومظبط مع الاسيستنت بتاعك ومع التمريض، يا جماعه والنبي الله يكرمكم حاولوا تلاقوا لي سنه سهله. طبعا مفيش اسهل من ان هو يلاقي لك توس ابر سنترال او توس لور 5، توس ابر سنترال او توس لور 5، وانت قاعد بقى وعمال تدعي، وفجأة صاحبك بيقول لك تعالى انا لقيت لك كيس ابر سنتر. فانت اقعد يا عم الحاج، قعد يا عم الحاج، بدأت ان انت تعمل انسبكشن. اوكي، توس ابر سنتر شكلها لطيف، بس هي ساوند تمام. وبدأت بعد كده تعمل بالبيشن، لقيت فيه بين او فيه سنسيتيفيتي مع البالبيشن. تعمل بركشن، يقول لك مش قادر، بتوجعني قوي يا دكتور. ليه يا حاج وقعت لي؟ مش عارف يا دكتور، هي فجأة بقى بتوجعني وفجأة كمان بقت بتتلخلخ، فجأة بقت بتتلخلخ. تمام؟ طيب هنعمل ايه؟ فانت هتعمل ايه؟ هتقوم رايح لحد من الستاف وتقول له يا دكتور انا تعالى انا عايز اعمل دياجنوز. هيجي يقول لك جهز لي الكلوفز وهتمر بروب. فهيجي الدكتور يبص على التوس فيقول لك مالها التوس دي؟ فانت تقول له مش عارف دكتور، بس بتوجع وفي توجعك عامل حاجة؟ يقول لك بصراحه بتوجعني. تمام؟ فالدكتور يقول لك طب خلاص وريني كده اذا ده فيها حركه، ده فيها موبيليتي. فانت تقول له ايدته فيها شويه موبيليتي كده. يقول لك شويه موبيليتي. طيب هات برينت البروب. فانت تقعد تدور في البوكس بتاعك على برينت البروب، وانت عمال بتقول في نفسك ايه يعني برينت البروب ليه؟ هو احنا نفسكش يعني بيريو؟ وما تدور ما تلاقيش، تستلف من اللي جنبك لغايه لما تلاقي برينت البروب. هترجع هتلاقي الايه السوبرفايزر سابك ومشى لان اتاخرت عليه. هتروح تدور تاني، فهيجي لك فيبدا يعمل بروبينج، فيقول لك ايوه لا التوز ديت اندوبيريو. فانت تقعد تفكر ايه اندوبيريو؟ ايوه يا دكتور، يعني ابدا انا عايز اعمل اكسس، ابدا ولا ما ابداش؟ يقول لك ايوه بس دي اندوبيريو. فانت تقول له طيب ماشي حاضر، يعني في النهايه اعمل لها روت كانال يعني. يقول لك ايوه بس دي اندوبيريو. فانت تقول طب خلاص ماشي، يعني لدرجه ان انت ممكن تفتكر كلمه اندوبيريو ديت كانها ايه يعني، انه دي سنه مش محتاجه تعمل لها روت كانال. فانت تتاكد يا دكتور يعني ابدا؟ يقول لك يا دكتور ده دي ساوند. يقول لك ايوه يا ابني، ما هي عندها اندوبيريو بروبلم. فانت تقول له اي ان كان بقى المهم يعني ابدا انا ار سي تي؟ ابدا ار سي تي يلا. فانت تبدا تنيشيت كورنال اكسس. تمام؟ دي حاله. او حاله تانية يجي كيس لور 5، فحضرتك التوس عندها اوكلوزو ديستال كيرز، ماشي، ولونج ستاندنج بقى لها فتره كبيره. فانت تيجي تعمل انسبكشن، بالبيشن، بركشن، سنسبيلتي تيستنج، راديوجراف، كل المؤشرات تخليك تقول ان السنه ديت اكسبوزد ومحتاجه ار سي تي. فانت برضه تقوم رايح للسوبرفايزر تقول له دكتور انا عايز ابدا. يقول لك يلا ابدا يلا ار سي تي. فانت مبسوط وتمام ومجهز الفايلز بتاعتك والدنيا تمام، وتقوم تخلصها كلها في سنجل فيزيت، وتقول للعيان تعالى يا حاج كمان اسبوعين علشان تحط البيرمنت ريستريشن. يجي لك بعد اسبوعين
يقول لك يا دكتور الموضوع ما اتحسنش وستيل السمنه فيها سام موبيليتي، وكمان مضايقاني قوي قوي في الاكل وانا يعني ايه اي فيل ديفرنت، يعني مش مبسوط بيها خالص. فانت مش فاهم في ايه، فتقوم مصور اكس راي تلاقي الروت كانال اوبتريشن بتاعك ساتسفاكتوري ما فيهوش حاجه. فتقول طب بقول لك يا حاج ايه، خد بس ايه بين كيلر وخد حاجه كده نون سترويدال وبتاع ومش عارف ايه وان شاء الله هتبقى زي الفل. ياخد نون سترويدال وما يخفش ماشي، فيجي لك تاني. فانت بقى تقول له بص يا حاج انا غلب حماري، تعالى بقى ايه نعمل تاني دياجنوزس للادجيسنت تيس والاوبوزنج، تلاقيهم ما فهمش حاجه. هو يقول لك لا هي دي اللي بتوجعني يا دكتور وفي حركه شويه، حتى بعد انت عملت لها العلاج العصب برضه وجعاني يا دكتور. فانت تصور اكس راي وتروح لحد من الستاف، فيقول لك اه والله ده انت الكيس بتاعتك ديت عندها اندوبيريو بروبلم. فانت الكلمه سمعتها مرتين، مره في الابر سنترال ومره في اللور فايف. روحت البيت قعدت تعمل اونلاين سيرش ايه معنى اندوبيريو بروبلم. احنا النهارده ان شاء الله جايين عشان نقول لكم ايه هي الاندوبيريو ليجنز. اهلا وسهلا بيكم، انا معاكم نصر رشاد في محاضره الاندوبيريو كوميونيكيشنز. طيب خلينا الاول باينين كده نديفاين يعني ايه اندوبيريو. الحقيقه اندوبيريو من اسمها هي توس عندها كومبلين ان هي عندها بالبال او بيريوديكلر بروبلم، وفي نفس الوقت عندها بيريدونتال بروبلم، عشان كده سميناها اندوبيريو ليجن او اندوبيريو بروبلم. احيانا بيبقى التو بروبلمز دول موجودين ان سيم توس في نفس الوقت فبنسميهم combined endoperium، واحيانا بيبقى واحده بس منهم موجوده، مشكله واحده موجوده لكن ليها انعكاس على الاسبكت الاخر او ليها وجه اخر، فالحاله ديت بتسمى باسم مختلف. علشان نفهم الشابتر كويس محتاجين الاول نعرف هو التوس بتاعتنا السبورتنج ستراكشر بتاعها عباره عن ايه. supporting structure بتاعها عبارة عن ايه؟ في الحقيقة ان التوس بتاعتنا بتبقى embedded في الالفلر بون، وبتبقى عليها البريدونتال ليجمنت اللي بتوصلها بينها وبين الالفلر بون تمام، وبيبقى البون دوت كابد بايه؟ متغطي بايه؟ متغطي بالجنجفا ماشي. هل انا عندي communications ما بين البالب والبريدونشيوم ولا هما الاثنين مش مكملين ومفيش اي كوميونيكيشنز تمام؟ في الحقيقه ان احنا عندنا كوميونيكيشنز، الكوميونيكيشنز ديت قد تكون اناتوميكال، سلايد نمبر 4 يا شباب، قد تكون اناتوميكال وقد تكون اكسيدنتال او ياتروجينيك. طيب خلونا الاول نفكر ايه هما الاناتوميكال كوميونيكيشنز او بورتال اوف انتريز الاناتوميكال اللي بتوصل ما بين البالب والبيريدونشيوم. طبعا برافو عليكم، اول حاجه هو الابيكال فريم، الابيكال فريم ده حاجه كبيره، وكمان عندنا اللاترال كانالز وعندنا الدنتينال تيبيولز زي السلايد نمبر 5 بتورينا الابيكال فريم واللاترال كانالز والدنتينال تيبيولز. طيب ايه هما الياتروجينيك كوميونيكيشنز او ياتروجينيك بورت اوف انتريز؟ زي الفراكشر لاين. طبيعي لما يبقى عندي فراكشر لاين، هوريزونتال فراكشر لاين او فيرتيكال فراكشر لاين، فهو هيمثل لي كوميونيكيشن ما بين البالب وما بين البريدونش صح؟ تمام. ايه تاني؟ فاكرين الريزوربشن؟ فاكرين الانترنال ريزوربشن اللي خدتوه في سنه رابعه؟ وهتاخدوه كمان في شابتر التروماتيك انتريست ماشي. ده بيمثل لي برضه كوميونيكيشن ما بين الدنتال بالب وما بين البريدونش. اللينجوال ديفلوبمنتال جروف اللي موجوده على اللينجوال سيرفيس بتاع اللور اند الابر انتيريورز بيمثل لي برضه كوميونيكيشن ما بين البريدونشيوم والدنتال بالب. بالطبع طبعا سلايد نمبر 7 شايفين الصوره على اليمين خالص اللي هي البرفوريشن، حد جاي يحط بوست فما قدرش ان هو يعمل الاينمنت صح للبوست بتاعه وتخرج لاترالي فعمل لنا اللاترال برفوريشن.
وواضح قوي ان هو عمل لنا بون ريزوربشن بشكل ماسيف بون ريزوربشن، وبالطبيعي وبالطبع عمل لي اندوبيريو كوميونيكيشن. طيب سلايد نمبر 8 دلوقتي يا دكتور، انت قلت لنا انه البورتال اوف انترست اللي بتوصل لنا ما بين الاثنين او الكوميونيكيشن بروسيس بتاعت الاثنين. طيب هل لو حصل اي مشكله في استراكشر ما من الاثنين هياثر على الاستراكشر الثاني از كونكتيف تيشو؟ في الحقيقه بمعنى انه البلب ممكن ياثر على البريدونشيوم، وفي المقابل البريدونشيوم ياثر على البلب. مع الاخذ في الاعتبار نحطها بين قوسين انه الانفلونس بتاع البلب بيبقى اكتر على البريدونشيوم، والساينز والسيمتومز بتاعته بتبقى اكساجيريتد او بتبقى اوبفيوس او بتبقى اوضح على البريدونشيوم. خلونا مع بعض نتكلم على تاثير البلب على البريدونشيوم. تخيلوا معايا لو حصل بلب ديجنريشن ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان هيحصل البكتيريا والبكتيريا باي برودكتس والنيكروتيك ديبريس والانفلاماتوري فلويدز هتعدي ثرو الابيكال فورامين او ثرو اللاترال روت كانيلز وهتوصل لغايه البريدونتال تيشو، وهتعمل لنا ايه؟ برافو، هتعمل لنا ابيكال بيردونتايتس. ايذر الابيكال بيردونتايتس ديت كانت اكيوت ابيكال بيردونتايتس او كرونيك ابيكال بيردونتايتس، والحاله ديت انا بسمي الكيس ديت ريتروجريد بيردونتايتس. ريتروجريد بيردونتايتس معناها انه انفلاميشن للبيردونتال تيشو حصل نتيجه ليكج او نتيجه فورسينج او نتيجه بولشنج او نتيجه باس للبكتيريا والبكتيريال باي برودكتس من الدنتال بالب عن طريق الابيكال فريمن او اللاترال كانيلز لغايه لما عدت وراحت للايه للبيردونشن. او حصل بيرفوريشن طبعا اثناء الشغل، لو حضرتك عملت اوفر انسترومنتيشن فديفنتلي حضرتك رحت عملت تيرنج في الابيكال بيريدونتال تيشوز، وده هيعمل لنا ابيكال بيريدونتايتس. برضو اثناء الروت كانال تريتمنت لو عدى من حضرتك ايريجانت او نيكروتيك ديبريس او حتى ايفن انتراكانال ميديكامنت عدى من الراديكولار بورشن راح للبيريدونتال تيشوز فهيعمل اريتيشن للبيريدونتال اتاتشمنت، وبعد كده هيحصل لنا بيريدونتايتس. طيب سلايد اللي بعدها نمبر 9. طب في المقابل هل البيريدونتال تيشوز ممكن تاثر على الدنتال بالب؟ في الحقيقه لو انا عندنا بيريدونتال بوكت، والبيريدونتال بوكت دوت كان فيري ديب بيريدونتال بوكت 8 9 ملم تمام، فيقدر ان هو يوصل فيري ديب لغايه الابيكال سيرت وعمل لنا انفكشن للبالب عن طريق الابيكال فاسكوليتشر تمام، ودخل لنا انفكشن تاني جوه البالب. اصل هذه الانفكشن جاي من البيريدونتال بوكت او من البيريدونتال تيشوز. كيس تانية زي الكيس بتاعة البريدونتال تريتمنت، لو حضرتك بتعمل بريدونتال تريتمنت بمعنى ان انت بتعمل سكيلينج روب بلانينج، حضرتك بتعمل سكيلينج وتعمل روب بلانينج وكنت يعني عميق قوي وفيري ديب وعمال بقى بتعمل كريتاج وعمال تعمل بلانينج قوي جدا وعمال تعمل ديب سكيلينج، فحضرتك بالشكل ده بتعمل ميكانيكال تروما تمام، ميكانيكال تروما للدنتال بالب، وبالشكل ده حضرتك ممكن تعمل دامج للابيكال فاسكوليتشر، دامج للابيكال فاسكوليتشر، وهتؤدي الى بالب المشكل ماشي. الحالة الثالثة لو انا عندي اجريسيف بيريدونتايتس ووصل ان هو عمل لي سيفير موبيليتي، الموبيليتي ديت ممكن تأثر على التوس نفسها وتعمل لها لاكسيشن، اللاكسيشن دوت ممكن يعمل كراشنج او تير للابيكال بلود فيزلز وتؤدي الى بالبال نيكروزس، ودول ثلاث حالات اللي ممكن من خلالهم البيريدونشيوم يأثر على البالب تمام. بعد ما عرفنا ازاي كل استراكشر من الاثنين يأثر على التاني، خلونا قبل ما نتكلم على الكلاسيفيكيشن وقبل ما نتكلم على اي حاجة نقدر نوصف كل كيس على حدة، بمعنى ايه الكاركترستيك للبالبال او البالب امبير راديكولار
ليجن وايه في المقابل كاركترستيك للبريدونتال ليجن. طيب سلايد نمبر 10 يا شباب. كلينيكالي هنشوف التوس اللي عندها بالبال مشكله ما بتستجيبش بسهوله للايه للتنسين سبيلت تيستينج او الفيتال تيستينج لانه فور شور البالب حصل له نيكروزس فبقى التوس نون فيتال فمع الفيتال تيستينج بتبقى نيجاتيف. لكن البريدونتال تيشوز بتبقى فيتال التوس بتبقى فيتال لان انا عندي بريدونتال مشكله ماشي. طب لو جيت تاخد هيستوري من البيشنت هيقول لك اه والله ده انا عملت بروسيدجر ما في السنه ديت اذا بقى كانت بالبوتومي بالب كابنج او ما شابه. لكن البريدونتال ليجن هتلاقي التوس بتاعتنا بتبقى ساوند. زي ما اتفقنا هيبقى عندي ديب ريستارتيف بروسيدجرز في حاله البالب بروبلمز لكن في حاله البريدونتال ملهاش علاقه قوي. النقطة اللي بعدها هلاقي دايما البريدونتال ليجنز اسوشيتد بهيفي كالكولس او هيفي بلاك دايما هتلاقي اوفر اول بشنت عنده جينيفايتس هتلاقي عنده بروتونتايتس هتلاقي عنده اكيونيشن للدنتال بلاك بشكل كبير. لكن البالبال ليجن لا ممكن تبقى تلاقي السنه ما عندهاش البريدونشن بتاعها كويس ما فيهوش حاجه خالص نورمال بروبنج الابريتس بتاعنا كويس. البين اللي بيجي دايما مع البالبال ليجن بيبقى دايما بيبقى شارب سروبينج سيفير في معظم الاحيان لكن والانفلاميشن بالتالي بيبقى اكيوت ماشي. لكن في حاله البريدونتال ليجن لا البين دايما بيبقى ماشي كرونيك مايلد ديسكمفورت يعني ممكن يبقى ديب لكن ما يبقاش عندنا اكيوت بين لانه الانفلاميشن في معظم الاحيان بيبقى كرونيك وبيحصل على اللونج تيرم ما عدا في بعض الاحيان اللي بيبقى عندنا اكيوت فورم اصلها جاي من البريدونتال ليجنز زي الاكيوت نيكروتايزنج السيرتيف جينجيفايتس وكمان زي الاكيوت بريبيكال ابسس. بس ما ننساش اقدر افرق ازاي ما بين الاكيوت بريبيكال ابسس والاكيوت بريدونتال ابسس. الاكيوت بريدونتال ابسس بتبقى التوس بتاعتنا فايتال لكن الاكيوت ايبيكال ابسس بتبقى التوس بتاعتنا نون فايتال. يبقى دايما 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 البين الاسوشيتد بالبريدونتال ليجن بيبقى مايلد او مودريت مايلد او مودريت ما عدا كيس زي الاكيوت نيكروتايزنج السيراتيف جينجيفايتس او الاكيوت بريدونتال ابسس والانفلاميشن بتاعنا بيبقى كرونيك. طيب البوكت اللي بيبقى جاي مع البالبال ليجن ممكن ما تلاقيش فيه بوكت اصلا زي ما كنا بنقول او لو هتلاقي يعني 2 3 4 ملم مثلا لكن في حاله البريدونتال لا بيبقى مالتيبل وايد مايكرو اورجانيزم بتبقى موجوده. لو حبيت تعمل مايكروبيولوجي هتلاقي يعني فيو نمبر اوف مايكرو اورجانيزم موجود في البالبال ليجن لكن في حاله البريدونتال ليجن بيبقى كومبلكس ودايفيرس. طيب السلايد اللي بعدها نمبر 11 السويلنج اللي هو اسوشيتد بالبالبال بروبلم او بالب امبيريديكولار بروبلم بيبقى ايبيكال مكانه بالظبط عند الالفر ميكوز لكن في البريدونتال بيبقى لا بيبقى سوبرفيشال وكلوز تو ذا جينيفال مارجن. السويلنج بتاعنا هنا بيبقى لوكالايزد او احيانا بيبقى سيفير او ديفيوز او انديوريتد او يؤدي الى سيلولايتس في حاله البالب امبيريديكولار بروبلم لكن في حاله البريدونتال بروبلم بيبقى نادر او انه يحصل او تقريبا شبه ما بيحصلش. طيب الراديوجرافيك فايندينج متوقع ان انا اشوف الباترن بتاعه البون لوس في البالب المشكله لوكالايزد لكن في البريدونشن بتبقى جنرالايزد لان هي موجوده في مور ذان 1 توس. البون لوس هنا هيبقى وايدر ايبيكالي تمام لان المشكله بتبقى اصلا ايبيكال لكن في حاله البريدونتال ديزيز بتبقى وايدر كرونال طبيعي. طيب كهيستوباثولوجي تمام ما يبقاش عندنا ايبيكال مايجريشن في البالبال بروبلمز والجرانيشن تيشو بيبقى تقريبا مينيمال ومكانه ايبيكال لكن في حاله البريدونتال ديزيز بيبقى عندنا ايبيكال مايجريشن فور شور طبعا وبيبقى اللارجر جرانيشن تيشو موجود كرونالي. طيب الساينس تراكت اللي بيبقى اسوشيتد بالبالب اند بيريديكولار ديزيز بيبقى شكله عامل ازاي تقدر تعمل له تريسينج
وهيوصل لغاية الأفكتد توث أو الإند بتاع الأفكتد روت. لكن في حالة البيريدونتال ديزيز بيوصل لك لغاية الدبس بتاع البوكت، تمام، وده بيبقى كاركترستيك بشكل أو بآخر. طيب سلايد نمبر 16 هنقف عندها، دي بتوصف لنا الأنواع اللي ممكن أشوف عليها الاندوبيريو بروبلمز. طيب في أكتر من تقسيمة، تمام، احنا اخترنا لكم التقسيمة بتاعة الأمريكان أسوشيشن، وهي بتقسم لنا الاندوبيريو بروبلمز لفور مين كاتيجوريز، كلاس 1 up to كلاس 4. كلاس 1 دوت المشكلة عندي بتبقى مينلي بالبل لكن بتنعكس على البيريدونتال تيشوز. كلاس 2 انا عندي كومبايند بروبلم، انا عندي بالبل مشكلة وعندي بيريدونتال مشكلة، فبالتالي انا بشوف ساين وسيمتومز بتاعة الاثنين. لكن كلاس 3 انا عندي التوث تبقى فايتال، اذا انا ما عنديش بالبل مشكلة لكن عندي بيريدونتال مشكلة، بس للأسف البيشنت اتأخر جدا في علاج الحالة، فأنا مضطر إن أنا أنيشيت RCT عشان أقدر أحافظ على جزء من السنة زي ما هنعرف بعد شوية. كلاس 4 أنا عندي pure بيريدونتال مشكلة وما عنديش أي إندونتك بروبلم، فبالتالي المشكلة بتبقى موجودة بس في الإيه، في البيريدونشن. طيب السلايد اللي بعد كده يا شباب نمبر 14 كلاس 1، زي ما قلنا اصل المشكله بتبقى بالبل لكن بتنعكس على البيريدونشيوم زي ما هو ظاهر في السنه دي. طيب ده بيحصل امتى؟ ده بيحصل في الحاله اللي انا شرحتها لكم من شويه بتاعت صاحبنا بتاع الابر سنترال، صاحبنا بتاع الـ بتاع الايه بتاع الابر سنترال. لا بالعكس، ده هو الحاله الثانيه اللي هي بتاعه التوث بتبقى عندها بالبال بروبلم لكن هو اتاخر في علاج الحاله فاثرت على الايه البيريدونشيوم بشكل او باخر، تمام، زي ما احنا شايفين كده في السلايد نمبر 15. تمام انا عندي بالبال مشكله ثابت لغايه لما اثرت لي على البيريدونشيوم او انعكست على البيريدونشيوم، لكن اصل المشكله بالبل، اصل المشكله بالبل. واهم نقطه في الكلاس 1 دوت ان البيشنت ما بقاش عنده بيريدونتال ديزيز في اي مكان في الاورال كافيتي، تمام، ودي بتبقى موست سيجنيفيكانت ساين. طيب لو جيت اخد هيستوري من البيشنت هلاقي البيشنت يقول لي لا ده انا عملت بالب كابنج يا دكتور، لا ده انا عملت بالبوتومي يا دكتور، او حضرتك هتشوف في الراديوجراف لارج ديب ريستوريشن فيري كلوز للبالب، تمام، كل ده بيبقى بيديني سترونج ايفيدنس ان عندنا اندودونتك بروبلم. طيب سلايد نمبر 18، المانجمنت بتاعتي معتمد على الايتيولوجي، اصدق ان الايتيولوجي بتاعي بيبقى جاي من الدنتال بولب والبيريدونتال ثيرابي، البيريدونتال كونديشنز هنا ما عنديش مشكله فيها، فبالتالي الحل بتاعي هو ان انا اعمل RCT. لو حضرتك عملت RCT بشكل جيد الحاله هيحصل لها كومبليت هيلينج وفي وقت مثالي، تمام. باي ذا واي الحاله اللي انا بحكي لكم عنها ديت لا ما ينطبقش عليها الاكزامبل بتاع اللور 5، لان الاكزامبل بتاع اللور 5 حاجه تانية خالص، لكن الحاله ديت انا بتكلم على مينلي بالبال مشكله من غير اي بيريدونتال مشكله، بس كل اللي حصل انه بدا يحصل لي بيريدونتال افكشن نتيجه ان العيان ده اتاخر في علاج الحاله كاندودونتك بروبلم. طب المانجمنت بتاعتي بتتلخص في ان انا اعمل روت كانال تريتمنت بشكل جيد ومن ثم هيحصل كومبليت هيلينج للبيريدونشيوم. طب يا دكتور انا لو عملت في الحاله ديت بيريدونتال ثيرابي الموضوع هيتحسن؟ في الحقيقه لا، مش هيتحسن خالص الا لما تعمل روت كانال تريتمنت، لان اصل المشكله اصل الايتيولوجي بتاعي جاي من الدنتال بالب زي ما احنا شايفين في السلايد نمبر 19. دي الحاله بيفور، بعد كده دايركتلي اول ما عملت روت كانال، وبعد كده بعد ما عملت روت كانال بست شهور. طيب
لو انا جاي بقيم الموقف وبشوف الهيلينج ريسبونس والبروجنوزس، فانا بيبقى عندي رابيد هيلينج والبروجنوزس بتاعي بيبقى اكسلنت بروفايدد ان انا عملت روت كانال تريتمنت بشكل جيد. ايفن حتى لو انت عملت روت كانال تريتمنت دوت في سنجل سيشن او حتى في تو سيشنز، بعد اول سيشن العيان بيقول لك يا دكتور الدنيا بقت تمام جدا، انا حاسس تقريبا بتحسن بنسبه كبيره جدا جدا. وده حقيقي، لان احنا في الحاله دي اتعاملنا مع الاصل المشكله اللي هو بلبل، زي ما احنا شايفين كده في التوث نمبر 21، في السلايد نمبر 21. ده الحالة بيفور ودي الحالة بعد 4 سنين، بغض النظر على ان الكلينيشن استخدم التوث ديت كأبارتمنت، لكن حصل هيلينج. السلايد اللي بعد كده اللي هي نمبر 22، شايفين البروبين كان عامل ازاي. تقريبا بنتكلم في 8-10 مليمتر قبل التريتمنت، لكن قل بنسبة كبيرة جدا ووصل ل 2 مليمتر بعد سنجل سيشن، يعني بعد ما بس عملنا روت كانال قل وصل ل 2 مليمتر. وده يأكد لنا ان المشكلة بيور او سوليتري اندودونتك بروبلم، لكن انعكست على البريدونشيم نتيجة ان العيان تأخر في طلب العلاج. كلاس 2 السلايد نمبر 23، هنا انا بقى عندي بوس بالبال اند بيريدونتال مشكله، وده ينطبق عليها الاكزامبل بتاع توس اللي هي اللور 5 بتاعت زميلنا اللي عمل حاله الاندو وما عالجش البيريون، تمام زي ما احنا شايفين في الصوره. طيب هلاقي الساين وسيمتومز بتاعت الحالتين، بتاعت البالبال مشكله والبيريدونتال مشكله، ويعني هلاقي بين وهلاقي البوكت ديبس وهلاقي احيانا سويلنج وهلاقي باس بيحصل له درينج وهلاقي كل الكريتيريا بتاعه بالبال اند بيريدونتال مشكله، وهلاقي فيه سام موبيليتي، كل الكلام ده موجود. طيب الراديوجرافيك فايندينج متوقع ان انا اشوف ايه؟ في الحقيقه ان حضرتك بتشوف لارج ليجن ستارتنج من الكريستال بون up to الابيكال فريمن، up to الابيكال فريمن زي ما احنا شايفين في الصوره في السلايد نمبر 24. طيب بما ان انا عندي بالبال مشكله وبيريدونتال مشكله، متوقع ان انا العلاج بتاعي هيعتمد على ان انا بوست الاندو اند البيريو. لو عالجت وجه اخر من مشكله وتجاهلت الوجه الثاني مش هيحصل هيلينج او هيحصل ريتارديشن في الهيلينج، بالعكس كمان ده ممكن يحصل لك ريكارنس. بمعنى لو حضرتك اهتميت بالبيريو اسبكت وسبت البلب المشكله هيفضل فيه بين، وممكن البيريو كمان ما يحصلش هيلينج. وفي المقابل برضو لو عالجت البلب المشكله وسبت البيريدونتال بروبلم موجوده مش هيحصل هيلينج. طب امال هعمل ايه؟ زي ما اتفقنا هتعمل اندونتك تريتمنت وهتعمل بيريدونتال ثيرابي. طيب مين الاول يا دكتور، البالبال تريتمنت ولا البيريدونتال ثيرابي؟ لا هنبدا الاول زي ما اتفقنا بالاندونتك تريتمنت. ليه؟ لانه البالب بيبقى عنده جريت افكت على البيريدونشيم اكتر ما البيريدونشيم عنده افكت على البالب، تمام؟ نحفظ دي يا شباب، الانفلونس بتاع البالب على البيريدونشيم بيبقى عالي شويه، فبالتالي انا ببدا دايما بالاندونتك تريتمنت يحصل ان البين هيقل كتير، فنقدر نكسب ثقه البيشنت بتاعنا، وفي نفس الوقت اقدر بعد كده اعمل بيريدونتال ثيرابي. بس خلونا فاكرين ان البروجنوز بتاع الحاله، تمام، بيعتمد اكتر على البيريدونتال ثيرابي. بمعنى ان لازم تعمل بيريدونتال ثيرابي بشكل جيد جدا 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 عشان يحصل هيلينج، والا مش هيحصل هيلينج حتى لو عملت ساتسفاكتوري ار سي تي. سلايد نمبر 28 كلاس 3. كلاس 3 دوت بيبقى مميز في حاجة، ان انت بيبقى عندك يعني بيريدونتال بروبلم موجودة بشكل ماسف، بشكل كبير، بشكل اكسجريتد، بس في وان اسبكت اوف ذا توث، بمعنى موجودة في مثلا في الميزيال هاف، لكن الديستال هاف بتاعي بيبقى انتكت وجميل، زي مثلا حالة زي الصورة اللي احنا شايفينها ديت في السلايد نمبر 28. ده اللور مولر، اللور 6. عندي في الصورة الأولانية بون لوس كبير قوي، كريستال بون لوس ومكمل ايبيكالي،
والفوكيشن كويسه جدا، وكمان الايه الديستال اسبيكت كويس جدا جدا جدا. فانا عندي المشكله متمركزه فين؟ في الميزيال هاف. فانا عندي بيريدونتال مشكله، بس مؤثر هتاثر لي بشكل او باخر على الدنتال بولب بتاع الميزيال ايه ميزيال روت. في الحاله دي، في الحاله دي انا بسكريفاي الفيتاليتي بتاعت هذا التوث، وبعمل روت كانال تريتمنت، وبتعامل مع الافكتد روت تمام من اجل الحفاظ على الريميننج تو ستراكشر، زي ما هنشوف في السلايد اللي بعدها. زي ما اتفقنا اللي بيحصل في المالتي روت تيس بيبقى عندي 1 روت افكتد والروت الثاني بيبقى سليم، بيبقى روت الافكتد دوت عنده بول لوس بشكل كبير جدا جدا جدا. فانا بعمل ايه؟ بعمل حاجه اسمها روت امبيوتيشن او سيرجيكال ابروش عشان اتعامل مع الافكتد روت واشيله، واعمل روت كانال تريتمنت او اندونتر تريتمنت في الساوند او الهيلثي روت، واحافظ عليه من غير ما اتعامل مع الكراون تماما. بعمل حاجه اسمها روت امبيوتيشن. يعني ايه روت امبيوتيشن؟ زي ما احنا شايفين في السلايد اللي بعدها نمبر 30 دي نفس الحاله. فانا تعاملت مع الافكتد روت بس وشيلته، وعملت روت كانال تريتمنت في الهيلثي روت، وسبت تماما وحافظت تماما على الكراون تمام. والحاله وصلت للشكل اللي احنا شايفينه في السلايد نمبر 30. الكراون موجود ساوند، والساوند روت موجود معمول له كانال تريتمنت، والافكتد روت اتشيل تمام. سلايد نمبر 31 نتكلم على كلاس 4. كلاس 4 يا شباب هو انا الحاله بتبني كلينيكالي وراديوجرافيكالي ان هي عندها بالبال وبير راديكولار بروبلم، لكن في الحقيقه هي الحاله بتبقى بيور برايمري بريدونتال ليجن، بمعنى ان هي بتبقى سوليتري بريدونتال ليجن. بسميها برايمري بيريو نو اندو، برايمري بيريو نو اندو زي ما احنا شايفين في الصوره. سايد وسيمتومز بتاعت الحالة ديت بيبقى عندي فيستولا مكانها كرونالي تمام، في سنسيتيفيتي مع الهوت وكولد، في تندرنس للبركشن، في عندنا سام موبيليتي. كل الكلام ده بيأكد لي ان التوس بتاعتي عندها بيريدونتال بروبلم، عندها بيريدونتال بروبلم. طيب بما انه البون بتاعي والسوفت سبورت حصل له مشكلة وبقى لوست بفعل البريدونتال ديزيز، فالسنة بتاعتي هتبقى سنسيتيف للهوتو كود، وده بيخليني عندي ميس دياجنوزيس ان السنة عندها اكيوت ايرفيرسيبل بوبايتس. لكن للاسف هي السنة بس عندها بريدونتال مشكلة، فرجاء ما تخلطش الكيس بالكيس الكومبايند، تلاقي نفسك بتنشيت روت كانال تريتمنت unless لو مع سنسيتيف تيستينج او فاتال تيستينج التوس اديتك نيجاتيف. طيب في الدياجنوزيس انا هشخصها ازاي؟ البال فيتاليتي، هنلاقي السنه بتاعتي فيتال. تقدر تعمل ساينس تراكنج او تعمل تراكنج للساينس تراكت بجاتا بيركا كون تمام. ساين وسيمتومز بتاعت الحاله ديت بيبقى عندي فيستولا مكانها كرونالي تمام، في سنسيتيفيتي مع الهوت وكولد، في تندرنس للبركشن، في عندنا سام موبيليتي. كل الكلام ده بياكد لي ان التوس بتاعتي عندها بيريدونتال بروبلم، عندها بيريدونتال بروبلم. طيب بما انه البون بتاعي والسوفت سبورت حصل له مشكله وبقى لوست بفعل البيريدونتال ديزيز، فالسنه بتاعتي هتبقى سنسيتيف للهوت وكولد، وده بيخليني عندي ميس دياجنوزيس ان السنه عندها اكيوت ايرفيرسيبل بوبايتس. لكن للاسف هي السنه بس عندها بيريدونتال مشكله، فرجاء ما تخلطش الكيس بالكيس الكومبايند، تلاقي نفسك بتنشيت روت كانال تريتمنت unless لو مع سنسيتيف تيستينج او فاتال تيستينج التوس اديتك نيجاتيف. طيب في الدياجنوزيس انا هشخصها ازاي؟ البال فيتاليتي، هنلاقي السنه بتاعتي فيتال.
تقدر تعمل ساينس تراكنج او تعمل تراكنج للساينس تراكت بجاتا بيركاكون تمام سايز 25 او 30، هتلاقي وصل لك للبوتوم او الدبس بتاع البردونتال بوكت. وحاجه تانية كمان مميزه ان انت هتلاقي بردونتال مشكله موجوده في اماكن تانية في الاورال كافتي، بيأكد لك ان انت عندك جنرالايزد بردونتال مشكله. طيب عايز اقول لكم ان البروجنوز بتاع الحاله ديت بيبقى بور وبيعتمد على الايه البردونتال سيرابي. يعني حتى ولو البال افكتد وحضرتك عملت روت كانال تريتمنت، لكن الموضوع ما بيتحسنش غير لو عملت بيردونتال سيرابي بشكل جيد جدا 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 جدا، لان البيردونتال سيرابي هو اللي بيأثر لي على الاتاتشمنت ابريتس، هو اللي بيأثر لي على الاستابيليتي بتاع التوس، سبيشالي في حاله زي اللي احنا شايفينها اللي الدكتور مستخدمها كابارتمنت لبريدج. طيب السلايد اللي بعد كده نمبر 36، نتكلم على Combined Endoperio Therapy. ايه هي الابروتشز اللي انا ممكن اعتمدها او اعتمد عليها في علاج الحالة Endoperio؟ والله خلينا اقول لكم انه الابروتشز بتختلف. بستارت بان انا هعمل Traditional Root Canal Treatment او Traditional Endodontic Treatment و Traditional Periodontal Treatment، احيانا كتير الموضوع بيتحس، او ان انا هعمل ريسكشن تكنيك زي ما اتفقنا على الحاله اللي بتكلم على كلاس 3 تمام، هعمل امبيوتيشن او هيميسكشن او بايكاسبيتايزيشن تمام، او هبقى مضطر ان انا اعمل ريجينيريتيف تكنيك، ان انا هعمل اعتمد على البيولوجيكال ستراكشر واحاول ان انا اعمل لها ريستوريشن بالجايدد تيشو ريجينيريشن او جايدد بون ريجينيريشن علشان احاول ان انا ابروموت الهيلينج تمام. طيب خلينا السلايد اللي بعدها بنتكلم على ريسكشن تكنيكس، سلايد نمبر 38. يا شباب الريسكشن تكنيكس ديت انتوا هناخدها بتفاصيلها في الشابتر التروماتيك انجريس، بس مفيش مانع ان احنا يعني نعرض عليها هنا على اساس ان احنا نقدر نشوف هل نستفيد بيها في انهي كيسز. في المالتي روت تيز لو انا عندي سيفير ماسيف بيردونتال بروبلم بتاثر لي على وان روت والروت التاني ساوند، في الحاله ديت هعمل روت ريسكشن او امبيوتيشن زي الحاله بتاعت كلاس 3. طيب في حالة لو أنا عملت في الحالة ديت روت كانال تريتمنت، هعمل روت كانال تريتمنت للبوست روت ولا للهيلثي روت؟ لا هعمل بس RCT للهيلثي روت، لكن الروت التاني هقطعه مع الحفاظ على الكراون أو على الكرونال بورشن زي ما احنا شايفين في السلايد اللي بعدها نمبر 39 الصورة اللي في النص. بس مهم قوي ان انا يبقى روتس عندي هنا دايفيرج، ما يبقاش فيوزد، لان لو فيوزد روتس هيبقى صعب انك تعمل الموقف دوت خلاص. وفي نفس الوقت ما تبقاش التوز دي واقع عليها هيفي ماست كاتري فورسز، لان في الحاله ديت الريميننج روت مش هي سستين فتره كبيره. وفي نفس الوقت هتشيك الريستورابيليتي بتاعت التوز، هل هي ريستوربل ولا لا؟ سلايد نمبر 40. وهتناقش كمان السيتويشن مع المريض، هل هو متقبل الفكره ولا لا. السلايد اللي بعدها نمبر 41 دي بتوصف لنا ازاي اعمل امبيوتيشن، الاسبكت ناحيه الشمال خالص. اللي في النص دي شكل الهيمي سيكشن وهنعرف ازاي بنعمل الكلام ده، وناحيه اليمين خالص ده شكل البايكاسبيتايزيشن. طيب تعالوا سريعا كده زي ما قلنا السلايد نمبر 42، يعني امبيوتيشن يعني انا بشيل الجزء من الروت افكتد وبشيل وبسيب الهيلثي ساوند روت. بعمل الكلام ده امتى؟ لو عندي اندودونتيك بروبلم ماشي، عندي حصل فراكشر فايل جزء منه جوه روت كانال وجزء منه برا روت كانال موجود فور ا لونج تيرم، والحصل بعد كده بيردونتال بروبلم ناحيه الافكتد روت في الحاله دي من اجل الحفاظ على بقيه التوس الكراون والهيلثي روت، فبعمل امبيوتيشن تمام. احد الاسباب الاخرى لو انا عندي كلاس 3، احد الاسباب الاخرى لو انا عندي ريستوراتيف ريزون وحضرتك عملت بيرفوريشن وانت بتعمل دريلينج ناحيه الميزيا روت ومش هتقدر تعمل ريبير،
عادي بتشيل الميجر رود دوت وتحافظ على الكراون وبتعمل رود كانال تريتمنت للديستال روت، او انت بتبقى اوريدي عامل رود كانال تريتمنت وبتحافظ على الديستال روت وبتعمل كراون. دي التكنيك بتاعته سلايد نمبر 44. السلايد اللي بعدها نمبر 45 دي طريقة الهيمسكشن. هيمسكشن يعني ايه؟ يعني انا عندي مشكلة في الكراون وعندي مشكلة في الروت، او عندي مشكلة في الكراون وعندي مشكلة في الفوكيشن ناحية وان روت، فبقدر ان انا بدخل بسيرجيكال ابروتش في لغاية الفوكيشن واقوم شايل الكراون بالافكتد روت بالشكل اللي احنا شايفينه في الصورة دوت، وحافظ على الجزء المتبقي هيلثي ساوند. ماشي. طيب استاد اللي بعدها نمبر 46 بتكلم على البايكاس باتريسيشن، ودي امتى ممكن الجأ لها؟ ممكن الجأ لها ببساطة جدا 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 لو انا عندي ملتي روتد توس وعندي مشكلة في الفوكيشن، سواء كانت الفوكيشن فيها ليجن بريدونتال ليجن او فيها ديب كيرز او فيها لارج برفوريشن اتسفة كبيرة جدا، فانا ما عنديش فرصة ان انا اعمل ريبير بشكل او باخر في الحالية دي، وبقدر ان انا افصل السنة لجزئين ميزيال هاف وديستال هاف واعمل كونتورينج بشكل جيد وحافظ على كل روت بشكل سيبريت، بروفايدد ان كل السبورتنج ستراكشر وكل الاتاتشمنت ابريتس بتاع الميزيال هاف وديستال هاف يبقى هيلثي وساوند، واقسم السنة تقريبا لتو بري مولرز زي ما هو واضح في السلايد نمبر 47. هنلاقي الصور واضحة قوي من فوق، فقدر الدكتور ان هو يفصلها، وبعد كده حط تو كراونز وقسمها لتو بري مولرز بالشكل الاخير باين تحت. طيب اخر حاجه هي الريجينيراتيف تكنيك، وهو بيعتمد على ان انا استخدم جايدد تيشو ممبرين او جايدد بون ريجينيريشن بروتوكول، فان انا اساعد ان يحصل بون هيلينج بعد السيرجري اللي انا هعملها ديت. تمام. والهيلينج هنا بيحصل ببون، فوظيفة الممبرين هنا هو انه هو بيمنع لي الدايركت كونتاكت بتاع الكونكتيف تيشو الاوسيوس وول او الاوسيوس ديفكت، علشان احافظ على الاندرلاين بلود كلوت واعملها ستابلايزيشن وما يتحولش لجرانيشن تيشو، لا لتحول لكلس، والكلس بيعمل لي يحصل له اوسيوفيكيشن او كالسيفيكيشن ويعمل لي بون. طبعا في عندي جايدد تيشو ممبرين كتير، يفضل ان انا استخدم بايوريسيربابل ممبرين عشان ما احتاجش ان انا اعمل سكند سيرجري وادخل اشيله. تمام. فاستخدم كولاجين بيبقى حاجه لطيفه جدا 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 لديفرنت سايزز اكوردنج للايه للسيرجيكال ايه بروتوكول بتاعي. دي التريتمنت ابروشز اللي انا بستخدمهم في حاله الاندوبيريو ليجن. وكده يبقى خلصنا الشابتر بتاع الاندوبيريو. خليني كده اسمرايز محتاجين نعرف فيه ايه. محتاجين نعرف البورتال اوف انترست او الكوميونيكيشن باسز بتاعه الاندو للبيريو والبيريو للاندو. محتاج ان انا اعرف الانفلونس بتاع البالب على البيدونشيوم، وفي المقابل الانفلونس بتاع البيدونشيوم على البالب. محتاج ان انا اكلاسيفاي الاندوبيريو ليجنز، ومحتاج اعرف اعمل دياجنوزيس لكل حاله زي ما اتفقنا. كلاس 1 انا عندي اندو بروبلم هتحل تماما من غير ما اعمل بيريو، تمام، لان هو مجرد ريفليكشن بس على البيريو. كلاس 2 انا عندي كومبايند، فانا بعمل الحلين الاندو تريتمنت والبيريو تريتمنت، وببدا بالاندو عشان جريت افكت بتاع الاندو على البريدونشيوم او البلب على البريدونشيوم. لكن ما ننساش ان اللونج تيرم بروجنوزيس بيعتمد على البريدونتال ثيرابي. تمام. كلاس 3 انا عندي بريدونتال بروبلم لكن بقيت ماسف واثرت لي على جزء من السنه، فبحتاج ان انا اساكريفاي الفيتاليتي بتاعت السنه من اجل الحفاظ على الهيلث بتاع الريمينينج تو ستراكشر. واخر كلاس لو كلاس 4 انا عندي بيريو بروبلم لكن ما لهاش اي ريفليكشن على الاندو، اللهم الا لو ثابت وبقت لونج ستاندنج فتحول لبرايمري بيريو سكندري اندو، في الحاله دي هعمل
بوست تريتمنت الاندو والبريون. الابروتشز اللي انا ممكن استخدمها زي ما اتفقنا، يا اما هعمل كونفنشنال او تراديشنال تريتمنت سواء كان اندو او بريون، او ان انا هلجا لكوركتيف ابروتشز او كوركتيف سيرجري زي مين، زي البايكاسبتايزيشن، زي روت امبوتيشن، زي الهيميسكشن، او ان كومبايندلي ريجينيتيف ابروتشز جايدد توش ريجينريشن او جايدد بون ريجينريشن. تمام يا شباب، كده احنا خلصنا الشابتر الاندوبيريو بروبلم، موضوع خفيف، موضوع لطيف، اتمنى ان شاء الله ان هو يكون وصل ليكم بشكل جيد. ان شاء الله انا معاكم على الجروب، لو في اي سؤال او حاجه معاكم اي ممكن تواصل على الجروب مباشره، او حتى عامر موجود معايا على التليفون على طول، عمر، ياسر، اي حد منكم عايزين توصلوا معلومه او تسالوا سؤال اذا عن طريق عمر او عامر او حتى دايركتلي، تمام، او حتى على الجروب مباشره. ان شاء الله بالتوفيق يا شباب ان شاء الله، ويا رب ما تلاقوش، ان شاء الله الدنيا سهله وجميله، وربنا يا رب يحفظنا جميعا ويحفظكم من كل سوء يا رب ان شاء الله، ويحميكم ويحافظ عليكم، وان شاء الله الدنيا تعدي على خير وتبقى كويسين باذن الله. السلام عليكم.